الأزمة لما جينا فكرنا في كتابة الزائر إنه معظم الحاجات هي قصص ناس بتحكيها عن حاجات حصلت. ده مش بيبقى ألطف حاجة الناس تشوفها، لأنه الناس ما بتحبش تقعد تسمع عن حاجة. طب ما أشوفها، أشوفها هي وهي بتحصل بدل ما أقعد بس أفتكرها مع الممثل. ما كناش عارفين نهرب من ده، لأنه إحنا بناخد شهادات ناس ووجهة نظرهم عن اللي حصل. فعلشان نهرب من ده كنا بنشتغل على جودة المشهد، إن الشيء اللي أنا برجع عشان أفتكره يبقى واضح، مفهوش أي تشويش، يبقى داخل في الموضوع بلا أي زيادات. ما عندناش مشهد مدته أطول من 3 دقايق مثلا، 4 دقايق، لأنه مش هنقدر نشوش الناس بأن ندخلهم في قصة وعيشهم فيها كتير قوي ورا، بعدين أرجع أقول لهم لا ده احنا هنا، انتوا نسيتوا احنا فين. فكان أزمة في المسلسل ده أنه نعمل كده، كل الحاجات واضحة. ولو وانا بكتب، لو كنت دخلت المكتب كنت هتلاقي الورق خريطه كده، مين كان خريطه طيب. خريطه يعني، ده هو كاتب كل الناس جمله جملتين والباقي صوره، وانا ويحيى الوحيدين اللي دشش لنا حاجات نقولها. صح ولا يا يحيى؟ ايوه، ما هو ده رد السؤال، ان انتوا اللي بتحصلوا في الوقت الحالي. يعني انا مكتوب علينا ان احنا نقعد نحفظ كل الكلام ده، والممثلين جايين ضيوف بيقولوا كلمه ويمشوا. يمكن شاف الاجر ولا حاجه فقال لك لا لا نزود بقى، وجايبين فيلا، وجايبين فيلا نقول فيها كلام في صرف. واحنا كنا واخدين اجر ما بقولكش بقى. يعني ما مكفي لغايه دلوقتي. وزي عادي في امل اعمل شعري زيك؟ لا بقول لك، انت كنت بتشكر في انت يا يونس كنت بتشكر في الانتاج في حاله من الحلقات. لا ده لا لا بصراحه لا، انا بتكلم لا ده هزار طبعا، لكن لو هنتكلم جد المسلسل الجاي، لو هنتكلم جد احنا ما خدناش حاجه اصلا. طبعا يونس بيهزر.